السلام عليكم ومرحبا بكم. سوف نتحدث عن محصول زراعي لا يحتاج إلى مصاريف وسهل العناية، زراعة اليقطين الأخضر من البذور. سوف نتحدث عن أساسيات زراعة اليقطين، طرق زراعته، أوقات زراعته. زراعة اليقطين يمكننا زراعته من البذور كما تلاحظون على هذا الشكل. يمكننا زراعته أو أوقات زراعة اليقطين بداية شهر فبراير ومنتصف شهر فبراير، يمكننا زراعته بداية فصل الربيع والصيف. كذلك نقوم بتشتيل البذور إذا أردنا أن نقوم بتشتيلها وزراعته في أوقات باكرة أو الأماكن التي انخفاض درجة الحرارة. يمكننا زراعته كذلك في المساطب الزراعية أو الأنفاق الزراعية على هذا الشكل، أو يمكننا زراعته مباشرة في التربة. المسافة بين الخطوط 3 أمتار يحتاج إلى المسافة مثل البطيخ الأحمر، وكذلك المسافة بين الشتلات 1 متر. كذلك يمكننا تعليقه على شكل أعمدة إلى آخره، نبات يحتاج إلى التسلق إلى آخره لكي ينتج جيدا، أو زراعته مباشرة على هذا الشكل. كما تلاحظون نضع 5 بذرات في كل حوض. بالنسبة لكمية البذور في الهكتار الواحد، يحتاج الهكتار ما بين 1.5 كيلو غرام في الهكتار الواحد. يمكننا زراعة هكتار واحد فبذوره في المتناول رخيصة جدا، ويمكننا زراعته في جميع أنواع الأراضي الزراعية كيفما كان نوعها يتحمل نسبيا الملوحة. كذلك على هذا الشكل سوف نقوم بزراعة 5 بذرات. بالنسبة للزراعة المباشرة أو الزراعة المكشوفة، عندما تنمو تصل العمر 20 سنتيمتر من ناحية النمو، نقوم بالتخفيف، نقوم بإزالة 2 ونترك 3 فقط على هذا الشكل. بالنسبة للبذور، من الأفضل اختيار البذور الخالية من التسوس، البذور الجيدة من ناحية الإنتاج، من الأفضل البذور المهجنة على هذا الشكل. طرق السقي، نعتمد على السقي بالتنقيط أو الغمر على هذا الشكل. نقوم بسقيه مرة واحدة في الأسبوع على حسب الموسم الزراعي ونوعية أو نوعية البذور إلى آخره، أو نوعية التربة عفوا. على هذا الشكل سوف نقوم بزراعته مباشرة في التربة. من فهو ينتمي إلى صنف القرعيات، هذه هي البذور اليقطين فهي رخيصة جدا. نقوم بزراعتها على هذا الشكل. بالنسبة للحاجيات، سوف تحتاج إلى بذور، سوف تحتاج إلى تربة من أجل الزراعة أو مكان لزراعته، كذلك سوف تحتاج إلى السقي بالتنقيط، وكذلك سوف تحتاج إلى سماد عضوي متحلل. كما تلاحظون نضع في الحوض على هذا الشكل سماد عضوي، كما تلاحظون معي في الصورة نضع سماد عضوي قبل زراعة اليقطين على هذا الشكل. فهو لا يحتاج إلى أسمدة أو نسب كبيرة من ناحية التسميد. يمكننا تسميد بعض الأسمدة كسماد البوتاسيوم بكميات قليلة، وسماد الفوسفور، وكذلك الأزوت كذلك لتحفيزه على الإنتاج جيد. نقوم بحصاده من مرة إلى مرتين كل أسبوع. سوف تقوم بحصاده لمدة 90 يوما فما فوق إذا كانت العناية جيدة جدا. كما تلاحظون سرعة النمو بالنسبة لزراعته يحتاج، فهو معروف على اليقطين أن سرعة النمو من حيث كذلك من ناحية التسميد نعتمد على هذه الأسمدة التي ذكرناها. كذلك نقوم برش بعض المبيدات كمبيدات مكافحة بياضها الدقيقة، وكذلك الدودة الخضراء. كذلك هذه الأمراض الفطرية التي تصاب بها هذه الخضروات في صنف القرعيات، أو ما يعرف باليقطين الطويل أو اليقطين الأخضر. فهذه أنسب زراعة يمكننا زراعته. كذلك مبيعات، فهو أثمنته مرتفعة يمكننا بيعه. كذلك من ناحية مبيعاته فهو من ناحية مصاريف، فمصاريفه قليلة جدا، هيك يعني الأرباح جيدة جدا. وكذلك عدد الحصاد في الأسبوع أكثر من مرتين. كذلك لا يحتاج إلى مصاريف كثيرة، تحتاج إلى بذور، تحتاج إلى سماد عضوي أن يكون متحللا، تحتاج إلى مياه فقط. هذه هي الأشياء التي تحتاجها، لا يحتاج إلى أشياء معقدة أو إلى تسميد أو إلى أي شيء من هذا القبيل. ويمكنك تعليقه أو زراعته مباشرة في التربة على هذا الشكل. كذلك سوف نتحدث في الحلقات القادمة عن طرق التسميد، وكذلك عن طرق التخفيف. كما تلاحظون قد وضعنا أكثر من 5 بذرات في الحوض، سوف نقوم بإزالة 2 إلى 3 ونترك 2 كمعدل إلى 3 فقط. المسافة بين كل بذرة 1 متر على هذا الشكل، أو المسافة بين كل حوض 1 متر. المسافة بين الخطوط 3 أمتار يحتاج إلى المسافة، فهو مثل البطيخ الأحمر على هذا الشكل. ويمكننا تعليقه إن شاء الله في الحلقات القادمة، سوف أشارك معكم طريقة التعليق. فهذه بالنسبة للمزارعين الذين يمتلكون رأس مال صغير، هذه أنسب زراعة يمكنك زراعته بداية شهر فبراير أو منتصف شهر فبراير، وتحقيق أرباح جيدة وأرباح محترمة، لأنها مصاريف قليلة.
وسهلة العناية، وبالتوفيق في موضوع آخر.